فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد أن يخرج بدل الشاة أن يخرج ثمنها بالريال، فهل هذا مجزئ؟ نعم. من أراد أن يخرج بدل الشاة يخرج ثمنها بالريال، ما في بس يخرج الشاة أو يخرج ثمنها، وهذا على نظر العامل عمال الزكاة، لهم أن يأخذوها أغناما ولهم أن يأخذوا قيمتها. نعم.